شحال الوقت يا ودي؟ زدني زوج دقائق ثلاثة نكملوا القضية تاع البارح هذيك تبهديلة هذيك ونفرقوا السوق. هيا روح شوفوا يا جماعة الخير، هنا نغتنم الفرصة، راح نوجه نداء، راح نوجه نداء للسيد وزير العدل السيد طيب لوح، معالي الوزير طيب لوح، معالي الوزير طيب لوح. البارح راهي فضيحة، كارثة شفناها البارح، شافها الشعب الجزائري في قناة النهار في برنامج ما بين الجدران. كارثة يا معالي الوزير، كارثة يا معالي الوزير. احنا عندنا ثقة فيك، لازم تتدخل يا معالي الوزير. هذا الطفل هذا وليدنا، وليد الجزائريين كاع، اللي ما يديش النيف على قضية كيما ذي موش جزائري، موش جزائري اللي ما يديش النيف على قضية كيما ذي. الطفل في عمره 3 سنين يتعدى عليه بويو، ياه وراه الدولة هذه، وراي اطلق هاي المخلوقة هذه جابت منها. البارح قاعد لنا الشعب الجزائري شاف القضية تاع ما وراء الجدران، شفناها كاع، هذه عايشة هذه. قلنا هاي المرأة جابت منها، كاين حاجة يا معالي الوزير، كاين حاجة لازم تتدخلوا، كاين ربي في السماء وانتم في الأرض، القضاء والعدل لازم تتدخلوا معالي الوزير. وعاونك الطفل، الطفل يبكي موش حاب يروح الباب. يا معالي الوزير هاوليك، الطفل ملايك 3 سنين موش حاب يروح الباب. ونزيدوا نفوتوا نداء للمجاهد الهبيري اللي راك تسمع فينا، وعندنا ثاني ثقة فيك يا السيد الهبيري، يا العقيد الهبيري المدير العام للأمن الوطني. كاين تقارير راهي مخبية ما حبتش تبان، ماذا بينا تبان التقارير تاع هذا الهم هذا. أو كيف على رانا عايشين، على رانا عايشين. الطفل يبكي من بويو، شفتوا الطفل يبكي من بويو، شفتوا الطفل في عمره 3 سنين ما يشتيش يروح لبويو. بوش حاب يروح لبويو. يا معالي الوزير، يا خير انا ولاد الجزائر، يا السيد العقيد الهبيري، يا السيد العقيد الهبيري المدير العام للامن الوطني، يا السيد بدوي، يا معالي الوزير، يا معالي الوزير، يا معالي الوزير الطيب لوح، والله عدنا ثقه فيك، ولا بالنا باللي تتدخل وتشوف لنا حل القضيه هذه. يا ابن عمي، تحيه لمعالي الوزير، تحيه لك سيد الهبيري، ماذا بينا تشوف لنا حل البهدله هذه. هطلق.